انا معايا الشهره والمجد والفلوس، اجري ليه بقى ورا النزاهه ورا حب الناس؟ الكلام ده ما بياكلش عيش، ما بياكلش ماما. كلام انا حياتي وطفولتي كانت كلها رياضه. لا عمري ما لعبت رياضه معينه، ولا حتى عمري اتفرجت على رياضه. انا ما كنتش بحب الرياضه اصلا ولا درستها. انا درست اداب بس وانا صغير، كنت ببيع لاصحابي اللي معايا في الفصل صور اللعيبه. انا لسه ما كنتش اعرف مين دول، بس كنت استغرب ان صوره مارادونا مثلا تتباع بربع جنيه ونص جنيه، وده كان ايامنا مبلغ. فمنذ هذه اللحظه وانا ادركت ان الرياضه والاقتصاد مرتبطين دايما ببعض، وهي دي اللي بتكسب وهي دي اللي بتجيب فلوس، فقررت ان انا طول حياتي اشتغل في الرياضه. انا الماتش بالنسبه لي ما يبقاش ماتش الا لما بقى تحليله 20 ساعه قبل الماتش و20 ساعه بعد الماتش. في قنوات هيتيا عندها ماتشات زياده عايزه تذاعها، تعمل لك ربع ساعه قبل وربع ساعه بعد. لا ده اعلان بالنسبه لي. انا في مره قعدت في ماتش القمه يومين في الاستوديو، لدرجه ان انا من كتر التعب نمت وقت الماتش وبرضه حللته، علشان العلم في الراس مش في الكراس. انا حياتي كلها تحاليل. انا لو ما عنديش تحليل ماتش هنزل احلل اي حاجه، هنزل احلل البول، هنزل احلل الدم، هنزل احلل اي حاجه، لازم احلل. كل اعلام رياضي له شلته كده من اللعيبه المعتزله اصدقائه اللي باخدهم معاه في كل حته. انا مثلا اي قناه جديده رايحه باخدهم معايا، اي برنامج جديد رايحه باخدهم معايا، لو رايح اتفرج على ماتش على اي كافيه اخدهم معايا، لو داخل الحمام اخدهم معايا يظبطوا لي المكياج، اي حاجه لازم اخدهم معايا وخلاص، زي المحفظه كده في جيبي على طول. انا بوست ايادي كتير قوي ولحست جزم كتير قوي عشان اوصل، وكانت الجزم الرياضيه اللي بمسامير دي، انت متخيل دي كانت قد ايه صعبه في اللحس؟ وقعدت ادور لي على قرايب وناس تعليني، انت عملت ايه؟ انت كنت نايم في بيتكم، في الاخر تيجي تتريق عليا انا؟ بدل ما تتريق عليا اعمل زي. في ناس دايما بتتساءل ايه اللي بيبقى محطوط لك في المج بتاعك؟ ميه، عصير، نسكافيه؟ الحقيقه ان هو بيبقى فاضي، احنا بس كل شويه بنعمل نفسنا بنشرب عشان نبين لوجو القناه. لازم تثير الجدل عشان تبقى مشهور. لازم تصطاد في الماء العكرة، لازم خناقات بين الجماهير تنحاز لطرف على طرف تاني، خناقات بين الأندية تنحاز لطرف على طرف تاني، الناس هتفضل طول الوقت كده تنشر لك أخبارك وهتفضل طول الوقت ترند، مش هتبقى محبوب بس هتبقى مشهور. أنا عدائي الأساسيين الجماهير وأبو تريكة، من الآخر كده أي حاجة بتضيف متعة لكرة القدم أنا ما بطيقهاش تماما. الكرة ما اتعملتش للجماهير زي ما بيقولوا، الكرة للإعلاميين، الكرة للنوادي، الكرة للاتحادات، الكرة للروابط، الكرة للحاجات الحلوة اللي بتكسب منها، الكرة للمصالح، الكرة اقتصاد. وجو التشجيع الجديد ده بتاع الأغاني والهبل اللي هم بيعملوه، فين أيام زمن التشجيع الجميل بتاع زمان ده بتاع زمالك مدرسة لعب فن وهندسة بيب بيب؟ عايزين نرجع لزمن التشجيع الجميل يا جماعة. الحمد لله يعني اللهم لا حسد وش حلو على اي قناه، اي قناه بروحها في ظرف اسبوع بتكون اتقفلت. يعني انت لو عايز تقفل قناتك، لو انت فاتح قناه جديده عايز تقفلها ما تعملش حاجه، هاتني بس اسبوع ان شاء الله اكون قافلها لك بعون الله ورزقك يكون اتقطع. في ناس دايما تسالني احنا امتى هنخلص من خليتك؟ ما تخافش انا كده كده موجود. في كوره ما فيش كوره انا موجود، الدوري توقف ما توقفش انا موجود، الجماهير بتحضر ما بتحضرش انا موجود. انا العامل الوحيد اللي عمره ما هيختفي وعمره ما هينتهي. لو كره القدم اتلغت من العالم كله هطلع برضه قدام التلفزيون اقطع خضار، بس هبقى موجود، فما تزهقش من خلقتي. اخر حاجه عايز اقولها، يا ريت الجماهير لما ترجع تلتزم بالادب العامه وما تشتمش وما تقولش الفاظ خارجه، وبلاش بقى جو العيال بتاعه السوشيال ميديا وابطال ما وراء لوحه المفاتيح اللي هي الكيبورد لا مؤاخذه. عايزين بقى التشجيع بتاع زمان يرجع، وحشتونا بقى وحشتونا، عايزينكم تنوروا مدرجات من تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.